كمان في خبر دلوقتي جالنا قال ان الامن بيرفض ان هو ينقل المباراه من برج العرب لاستاد الماكس، وطبعا الامن صمم ان المباراه تقام على مباراه او على ملعب برج العرب. المباراه ان شاء الله هتكون الساعه 7:30 بدل من الساعه 8 مساء، هتقام زي ما قلت لكم على ملعب برج العرب وما اتنقلتش لاستاد الماكس، ده بسبب ظروف امنيه او بسبب قرارات امنيه.